السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. وبغيت نقول لكم هنيئا لفوز المنتخب المغربي وتاهله الى الدور الثاني. هذه اخبار زوينه واخبار كتفرح، وهارد لاك للشعب الجزائري، ان شاء الله يتوفقوا في السنه المقبله، حيت البارح بالمنتخب الجزائري تقصى كونتر موريتاني، موريتاني داروا بون ماتش، والجزائر نتمنى لهم التوفيق في المره المقبله. وهنيئا للمنتخب المغربي والشعب المغربي على التاهل ديال المنتخب، وان شاء الله نوصلوا للفينال ونديو لا كوب دافريك، علاش لا، كيف ما كيحلموا كاع المغاربه. والموضوع ديال اليوم ماشي هو الكوب دافريك، ماشي هو الكان اللي كدور في كوت ديفوار، الموضوع ديال اليوم هو هو اللي اكبر كذبه في العالم حول فرص الشغل في كندا. حيت بزاف ديال الناس كيقول لك هاجر الى كندا غادي تلقى خدمه ديال الاحلام ديالك، غتلقى فرصه العمر، غتخدم باكثر من 30 دولار للساعه، وهذا الشيء كامل كذوب كذوب. حيت صراحه الله فرصه الحلم ما يمكنش تلقى فرصه عمل احسن من فرصه عمل كاين في المغرب. هو السالير هو اللي كيتزاد، اما فرص العمل اللي كتجي هنا في البداية ان شاء الله كتكون جاي، كيكونوا فرص عمل اللي هي عاديه، حيت ممكن تحصل على عمل او شغل ولكن ماشي احسن من الشغل اللي كنتي كدير في المغرب. مثلا كنتي ان ريسبونسابل اولا ديريكتور في المغرب، ما يمكنش تجي وتخدم ريسبونسابل اولا ديريكتور في كندا، هذه امبوسيبل. هادشي علاش الناس كيبقاو يكذبوا، كيبقاو ينفخوا في القضيه، كيبقاو يبالغوا ويزيدوا اكثر من القياس، وكيقول لك كندا فيها فرص العمل، وي فيها فرص شغل، فيها فرص عمل، ولكن في ترافاي جينيرال. يعني هادشي اللي كنقول لك راه تجربه ماشي ديالي بوحدي، هي تجربه ديال قدماء المحاربين، يعني الاصدقاء اللي سبقوني اللي عندهم 8 سنوات وعندهم 10 سنوات هنا في كندا. انا يلا كي 6 اما الناس اللي هنا في كندا صافي 8 و 10 هما اللي بارطاجيو معايا هاد ليكسبيريونس، حيت ماشي من السنه الاولى او السنه الثانيه فين غتلقى الخدمه ديالك. فين الناس اللي كيكونوا يلا كي جايين مهاجرين، شكون اللي عندهم حظوظ اكبر؟ ميم لي ترافايور اللي كيخدموا مثلا جوب مانيوال، الا كنتي كتخدم خدمه مانيوال مثلا بحال سباغ او لا حداد او لا ميكانيسيان او لا بلومبي او لا نجار، خاص تعرف على ان النجاره او الخدمه في بلدنا اللي هو المغرب تابعه لا كولتور او لا تابعه للنظام اللي هو فرنسي، حنا كنا تابعين السيستم فرونسي. هادشي علاش الخدمه او طبيعه العمل في اوروبا او لا في المغرب او لا في شمال افريقيا مبدله على طبيعه العمل في في مقاطعه في لي بروفانس في النورد امريكا. مثلا هنا في امريكا فاش كتجي كتبغي تقلب على فرصه عمل وداكشي، كيسولوك على ليكسبيريونس، كيقول لك شنو هي ليكسبيريونس ديالك، كيقول لك هضر لينا على التجربه ديالك هنايا، يعني شنو هضرنا على ليكسبيريونس ديالك. ملي انت كتهضر لهم على ليكسبيريونس، على التجربه، على الخدمه ديالك هنايا، كتبدا تهضر لهم وكتسبيكي داكشي علاش انا فاش جيت. ومثلا لي زانفورماتيسيان او لي زيليكتريسيان او لي بلومبي لي ديفلوبور فاش كيجيو هنا كيتصدموا بواحد الواقع اللي هو مرير، الواقع كيصدم في البداية، على انك كتجي كتقول فوالا انا راه ديفلوبور، غنجي غنخدم ديفلوبور، سالير ديال 25 30 دولار، ولكن لا، باش تلقى مهنه او خدمه في التخصص ديالك كيبقى مساله صعيبه وخاصها الوقت. وفاش كتمشي وكتلقى هذيك فرصه عمل كيقول لك حنا غادي نبداو معك غير ستاجير او نفورميوك شويه بشويه حتى تشد ليكسبيريونس، عاد باش موراها ممكن انك تخدم وتكون سينيور. داكشي علاش ما يمكنش تجي من الاول وتلقى الحد الخدمه ديال الحلم ديالك كيف ما كيكتبوا علينا، كيف ما كيبارطاجيو في لي ريزو سوسيو، ما نتيقوش هذوك الناس، حيت الخدمه اللي كتلقى فيها لا بينوري وفيها نقص كبير هي الخدمه مثلا لي طرافو ترافايور جينيرال. هذاك اللي كيدير ترافاي جينيرال مثلا بحال الانسان اللي كيدير ترافاي جينيرال فاش غادي نقطع دابا الشانطي، الانسان اللي كيدير ترافاي جينيرال بحالاش بحال الانسان اللي كيخدموا في لي سوبر مارشي، اللي كيخدموا في ماكسي سوبر سي، الناس اللي كيخدموا اوسي فاش كيخدموا في لي زوزين كوم جورنالي، الناس اللي كيبغوا يخدموا في لي ريستوران ديال فاست فود حتى هما مطلوبين بكثره حيت كاين نقص كبير. كاينين ميم دي ريستوران اللي سدوا اكوز كوم لقاوش هادوك لي كاسيي اولا هادوك اللي كيخدموا في لا كيس ولا في لا في لا في لا برودكسيون لداخل. هادشي علاش مالوغوزمون سي لا فيريتي، النقص الكبير اللي عندنا في لي جوب اللي هي جورنالي.
بونجور، صافا بيان؟ صافا بيان، ميرسي بوكو. هذا هو اللي كاين، هانتوما كتشوفوا اش كيقول لك بنادم احقى والواد انت راه كاين في بلاصه كتسالى غير انت بوحدك. لا خوتي، هانتوما كتشوفوا كاين الناس بيان سور كتسالى معنا، ها هما كتشوفوهم كيديروا حتى هما دي زاكتيفيتي، كيخرجوا كيتمشاو كيمشيو للبارك. هادشي علاش اخوتي ما نبقاوش نشوفوا حنا لو كوتي نيجاتيف. انا اليوم جيت نهضر لكم على هذيك الكذبه اللي كيكذبوا عليك على انك غتلقى فرص ديال الحلم ديالكم. لا خوتي، فيقوا المغاربه، فيقوا خوتي لي زالجيريان، سي با لا فيغيتي. فاش كتجي كتخدم خدمه عاديه كتحفر على راسك، كتبدا بحال انا فاش اي بحال اي واحد فاش كيجي كيخدم ترافاي جينيرال، كيمشي يخدم في دولاراما، كيخدم في سوبر مارشي، في ريستورون ديال فاست فود، كيديباني راسو من بعد، اولا كيخدم كومي فوندور في لي ماغازان. ومن بعد ملي كتحسن الامور ديالك وكتحسن وكتقاد عادي، باش هذيك الساعه كتقاد لا سيتوياسيون، سواء كتمشي كدير فورماسيون اولا كتبدا في واحد الخدمه وكتبقى غادي فيها، كتشد ليكسبيريونس شويه بشويه شويه بشويه. كيكون لومبلويور الاول عطاك واحد السالير ديال 18 20 دولار، ملي كتشد الحرفه واحد عام ولا عامين كتقول فوالا انا راه شديت الحرفه ودابا راه غادي نمشي نقلب على امبلويور واحد اخر ويعطيني سالير ديال 25 26 دولار. اي كوم سا، اي سا مارش كوم سا. اما فاش تجي من الاول تلقى الخدمه مفرشاك، تلقى كندا دايره لك طابي روج ومفرشه لك الرمل والورد وكيقول لك اجي خدم في الخدمه ديال الاحلام ديالك، وداك الشيء نو سي با لا فيريتي. وهذه راه ماشي غير ديالي انا، ديال اصدقاء كثار اللي جاو وتصدموا بهذا الواقع، وكاينين ميم دي ستوديون اللي جاو وقلبوا او كيقلبوا بزاف عاد باش تلقاو فرص عمل. حيت ماشي غير تجي غير كتكليكي اون كلاكون لي دوا كتلقى فرصه عمل بكل سهوله، لا سا برون دي طون، كتبغي واحد شويه ديال الساكريفيس. وهذا هو، هذه هي كندا، هذه هي الصراحه، وهذا هو الواقع ديال كندا اللي بنادم ما كيبغيش يقولوا لكم. كيقول لك هاجر الى كندا بدون شواهد بدون لغه بدون دبلومات، سي با لا فيريتي خوتي. ما بلا نفاق بلا كذوب بلا بلا هضره ديال الخشب، حيت بالنسبه لي انا كيتسمى غير كلام ديال الخشب، كلام بنادم داوي خاوي. انا كندوي معاك في العامر، كنقول لك الصراحه وكنقول لك الواقع اللي كاين، داكشي اللي عشتو انا هنايا. حيت ملي كتجي وكتصدم بالواقع كتقول فوالا انا راه جيت راه خدام تكنيسيان، ولكن الا بغيتي تطلع الريفوني ديالك خصك تزيد تقرا. والله ما قريتي وزدتي درتي ان ديبلوم تحت منك الا طلعتي هذاك الريفوني ولا طلعتي هذاك السالير دو باز ديالك. هادشي علاش اخوتي خواتاتي، انا الميساج ديالي ماشي باش نقول لكم كندا خايبه، كندا سيئه، لا بالعكس. نتوما عارفيني الناس كتفرج فيا عارفيني على اني ديما كان موتيفي على ليميغراسيون، كان موتيفي على الهجره، ولكن في اطار معقول، في اطار الصراحه، بلا ما نبقاو نكذبوا على بنادم، بلا ما نبقاو نقولوا لبنادم حق الواد راه انا راه الحلم راه سي الباغادي راه الجنه. لا، اي بلاد عندها ايجابيات وعندها سلبيات، وهذه فاش كتجي لكندا كتعد بالنسبه ليا من السلبيات، على انه فاش كتجي ماشي كتجي وكتلقى هذيك لوفر دومبلو اللي بحال لوفر دومبلو اللي كتلقى في المغرب. كنعرف الناس اللي كانوا خدامين ديريكتور، خدام ديريكتور في المغرب، خدام عنده شركه عنده محل، كتكون انت بروبريتير. فاش كتجي هنا كتلقى راسك سالاري اسكلاف، وهذه كتلقى بزاف ديال الناس تصدموا بهذا الواقع، تصدموا بهذه الصراحه. هادشي علاش اخوتي ما تصدموش، نبقاو موتيفي، نبقاو نكونوا واقعيين شويه. وبالنسبه لي انا قازح احسن من كذاب، نكون صريح معكم ونقول لكم لا فيريتي احسن من نافقكم ونبدا نكذب عليكم ونقول لكم هاجر بدون شواهد، هاجر بدون تجربه بحال الناس اللي كتلقاهم كيكذبوا عليكم في لي ريزو سوسيو. لا الصراحه راح، وهادشي علاش تربيت، هادشي علاش اخوتي ما نتشائموش، ما تصدموش بهذا الواقع. فاش كتجيو لكندا خصكم غير توجدوا روحكم مليح، نكونوا مستعدين بسيشيكمون ونكونوا مستعدين ماديا، حيت في هذيك 3 شهور الاولى خصك ضروري تصرف على راسك توجد راسك، و سا برون دي طون باش تانتيغرا في المغرب، باش تانتيغرا في هذه البلاد السعيده. دونك وجد راسك للانتيغراسيون، وهذا الشيء راه جاري به العمل. هذا هو الكونتوني ديال اليوم. دونك نبقاو متفائلين، نبقاو ديما ايجابيين، وديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وانتم راكم احسن عائله عندي في اليوتيوب. هادشي علاش كنطلب من الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتحققوا المشروع ديال الهجره ديالكم، وان شاء الله تجيو لكندا في القريب العاجل. الناس اللي جايهم السي اس كي او اللي جاتهم لا فيزيت ميديكال او لا البيومتري، صبروا على راسكم، صبروا على رزقكم، ان شاء الله راكم جايين. خاصكم داكشي كياخذ الوقت، كيف ما كتعرفوا كاع لي بروسيدور ديميغراسيون ديال كندا كياخذوا الوقت،
خصوصا هذه المقاطعه المنحوسه اللي انا فيها. دونك ما نقنطوش من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، نبقاو غاديين. ونوصيكم اخوتي الناس اللي ديجا بادي الاجراءات وما باغينش يكملوا وخافوا من اللغه، ما نخافوش من اللغه، ما نديروش اللغه حاجز قدام للوصول الى الهدف ديالنا. لا ديما اخوتي نبقاو عايشين نديروا هدف باش نوصلوا للوبجيكتيف ديالنا. وانتم كتشوفوا راه كاينين بزاف ديال الخدمه بحال هكا، لي ليفرور كيعطيو كاميون بحال هكا وكتبدا تليفري. دونك قلبوا على راسكم، لي زوفر دومبلو راه موجودين. الناس اللي داخلين معايا في لاشين راه بارطاجيت معكم بزاف ديال الطرق اللي كتسمح لك باش تقلب وتلقى فرص عمل. بغيتي تجي عن طريق عقد عمل، كاين فيديوهات كيشرحوا لك عقد عمل. بغيتي تجي عن طريق الاقامه الدائمه، دات لك برامج كيهضروا على الاقامه الدائمه. هادشي علاش اخوتي الكره بقات في الملعب ديالكم. دونك كيف ما عودناكم في لاشين ديالنا، ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وما يخلعوناش. وانتم راكم احسن عائله بالنسبه لي انايا، وكنتمنى لكم التوفيق وربي يسهل عليكم في مشروع الهجره ديالكم وتجيو لكندا ان شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تحياتي الحاره، احبكم في الله، السلام عليكم.